المستشار النمساوي يشجع على الترحيل إلى مناطق آمنة في سوريا. المخابرات تؤكد حظر أي مظاهرات لإسلاميين على غرار هامبورغ. النمسا تحصل على ثاني أفضل تصنيف ائتماني في ستاندر أند بورز. نمو الناتج المحلي للنمسا وانخفاض معدل التضخم إلى 3.5. 61% من النمساويين غير متعايشين مع اللاجئين. سجن سيميرينغ في فيينا يبحث عن عدد من الحراس للعمل. مرحبا بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. نفى المستشار النمساوي كارن يهما وقوع أزمة لجوء مشابهة لعام 2015، مشيرا إلى تراجع حاد في عدد اللاجئين على الحدود بنسبة 60% مقارنة بالعام الماضي. وأكد يهما أن التحدي الأكبر يتمثل في لم الشمل مع تشديد الضوابط عليه بجهود وزير الداخلية كارنر، وشدد على أهمية الحصول على فرص عمل للمهاجرين وحماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وأيد فكرة الترحيل إلى سوريا ولم يستبعد نموذج رواندا لإجراءات اللجوء في المستقبل. أعلنت وزارة الداخلية النمساوية عن نيتها حظر المظاهرات من تلك التي حصلت في هامبورغ بداية الأسبوع ولها طابع متطرف. وقالت المخابرات أنه حتى مع علمها بما حدث في هامبورغ، فإنها تراقب عن كثب المشهد الإسلاموي المتطرف خاصة بين الشباب، حيث يتم استخدام اللغة الألمانية لنشر الدعاية السلفية عبر الإنترنت مثل منظمات مسلمون ناشطون بسبب قربها الأيديولوجي من حزب التحرير، والتي تحظى بشعبية بين النمساويين بسبب رواج الروايات المختارة وأسلوب الفيديوهات. منحت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية ستاندرد أند بورز النمسا تصنيف AA+ كثاني أفضل تصنيف ائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة، بينما صنفتها وكالة مودز عند AA1 مع نفس النظرة. وقامت وكالة التصنيف الأوروبية سكوب بتغيير النظرة المستقبلية إلى مستقرة بالرغم من خفض تصنيف الجدارة الائتمانية للنمسا، حيث أشارت سكوب إلى تحديات اقتصادية مثل ارتفاع معدل التضخم وتباين المؤشرات المالية بعد جائحة كورونا وأزمة الطاقة. أفادت هيئة إحصاءات النمسا بأن معدل التضخم في أبريل بلغ 3.5%، وهو الأدنى منذ سبتمبر عام 2021، حيث شهدت أسعار الوقود ارتفاعاً ملحوظاً، بينما تراجعت أسعار الغاز لأول مرة منذ عام 2020. وأوضح توبياس توماس المدير العام للإحصاءات أن العروض السياحية المخفضة وانخفاض أسعار الغاز كانت لها تأثير إيجابي على التضخم، ورغم نمو الاقتصاد بشكل طفيف في الربع الأول من عام 2024، فإنه ما زال يتراجع مقارنة بالعام السابق، ومن المتوقع استمرار نموه بوتيرة بطيئة بسبب التحديات الدولية. أظهر استطلاع نصف سنوي من صندوق التكامل النمساوي OEF استقراراً في النظرة النقدية للهجرة في البلاد. وأظهر مقياس التكامل الحالي الذي أجراه أستاذ علم الاجتماع بيتر هاغ أن 61% من المشاركين يرون التعايش مع المهاجرين سلبياً، بينما يحمل 34% نظرة إيجابية، وتشير التقييمات إلى مخاوف من دمج الوافدين الجدد والإسلام السياسي والتطرف، حيث يتم تقييم التعايش في العمل بإيجابية، بينما تظل التقييمات سلبية في الفضاء العام، وتأتي هذه النتائج من استطلاع شمل 1500 شخص. أعلن سجن سيميرينغ في فيينا عن حاجته لموظفين بسبب النقص الحاد فيه، ولذلك أعلن عن اليوم المفتوح في 17 من مايو في ذات السجن لمنح الراغبين فرصة التعرف على العمل. ويعمل حالياً 200 شخص فيه، لكنه يحتاج للمزيد خاصة في مجال حراسة السجون، ويتم تصنيف السجن بأنه متخصص في إعادة التأهيل للنزلاء، حيث أن الوظائف تشمل مهام إدارية ومراقبة المطبخ والتواصل مع النزلاء، وتشجع الإدارة المهتمين بالعمل على زيارة موقع السجن الإلكتروني أو التسجيل في يوم التوظيف لمعرفة المزيد.
كانت هذه نشرتنا مشاهدين لهذا اليوم. لا تنسوا تحميل تطبيق إنفوغرات على هواتفكم. كنت معكم أنا قتيبة اللحام. أمسية سعيدة وإلى اللقاء.